أعلنت قيادة القوات الجنوبية المشاركة بحملة سهام الشرق لتأمين مديريات محافظة أبين من العناصر الإرهابية والتخريبية في مؤتمر صحفي عن انتهاء المرحلة الثالثة بعد تأمين مديريات المنطقة الوسطى وتطهير وادي عمران من معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي، والاستعداد لإنجاز المرحلة الرابعة لتأمين مديرية المحفد. المرحلة القادمة اللي بتكون هي الرابعة لتطهير مديرية المحفل، وإن شاء الله بإذن الله أن القوات المسلحة الجنوبية جاهزة بعدتها وعدادها ورجالها وضباطها وجنودها المخلصين الوطنيين الذي قدموا دماءهم من أجل محافظة أبين ومن أجل الجنوب. أبين اللي يجب أن تكون فوق الأحزاب، يجب أن تكون فوق الأشخاص، يجب أن تكون وحدة واحدة بدعم كافة شرائح مجتمعها من نخبها من عسكريها من ضباطها من كافة شرائح المجتمع مع وفد أبين. السلطة المحلية في أبين أمامها رهان صعب في إعادة تطبيع الحياة في المديريات وبعض المناطق التي تم تأمينها بحملة سهام الشرق، والتي حرمت من أبسط الخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين منذ عقود. إعادة البنية المؤسسية للدولة في أطار المحافظة والمديريات وكذلك المشاريع الخدماتية. الآن في لدينا خطة للتدخل في هذه الخدمات بدعم ومن الأخ رئيس مجلس الرئاسي، وبتكون هذه الخطة موازية لعملية سهام الشرق. تنسيق بين القاعدة والحوثي اكتشفت كثير من الخلايا خلال المرحلة الماضية، الذي نفذت عمليات إرهابية يعني واغتيالات سواء في عدن في أبين في لحج في كثير في الضالع، إنه هذه الخلايا مرتبطة يعني بالحوثي. المؤتمر الصحفي الخلاصة ما جاء فيه بأن اللجنة الأمنية العليا أعلنت بدء المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق، وهي تطهير ما تبقى من مناطق أبين وتحديدا المحفد من العناصر الإرهابية. من مدينة شقرة إلى الطريق الساحلي واصلت حملة سهام الشرق مهامها في تأمين باقي المديريات لودر والوضيع وموديا والاستعداد لتأمين مديرية المحفد، ويتبقى أمام الحملة مهمة تأمين مديرية أحور بالكامل ومديرية جيشان الجبلية وتأمين كافة الطرق والمنافذ مع محافظة البيضاء ومأرب، والتي تستخدمها الجماعات الإرهابية وميليشيات الحوثي لتنفيذ عملياتها في المحافظات الجنوبية.